فتعالوا إلى مبهمة أخرى. من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني مصدق، أنزلنا إليك القرآن مصدق لما بين يديه، ما هو موجود عنده في ذلك الوقت وفي عصر ما بين يديه الآن يا محمد. معنى بين يديه عند الأستاذ اللي هو بين إيديه، اللي هو الموجود. لا يا أستاذ، ليس هكذا كان القرآن ينزل. القرآن كان ينزل بلغة العرب. اسمع إلى بعض آيات القرآن لتفهم معنى كلمة بين يديه. يقول الله عز وجل: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. مش معناها أن الرسل هذول كانوا جالسين بين يديه، لا، يعني الرسل الذين سبقوه من قبل والذين سيأتون من بعده. يقول الله عز وجل في آية أخرى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، بين يدي المطر، يعني قبل المطر. في آية ثالثة يقول الله عز وجل: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يعني يسبق العذاب الشديد. فمش معناها بين يديه إنه هو موجود بين يديه كما فهمها الأستاذ رشيد، فهذه من أفراد الأستاذ رشيد ولا يوافقه عليها، بل لا يشاركه فيها أحد.